بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الأول. نشرع بتقديم نماذج للمراجعة لهذه الاختبارات اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، جذع مشترك آداب وكذلك جذع مشترك علوم. هذا الموضوع مرتبط بوحدة الفروسية مع الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد باعتباره من أشهر شعراء الفروسية في تلك الفترة. إذا نبدأ أولا بالتعرف على مضمون النص، ثم نبين الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع وكذلك الإجابة النموذجية. قال عنترة بن شداد: طربت وهاجني البرق اليماني، وذكرني المنازل والمغاني، وأضرم في صميم القلب نارا كضربي بالحسام الهندواني. لعمرك ما رماح بني بغيض تخون أكفهم يوم الطعان، ولا أسيافهم في الحرب تنبو إذا عرف الشجاع من الجبان. ولكن يضربون الجيش ضربا ويقرون النسور بلا جفان. أعبلة لو سألت الرمح عني أجابك وهو منطلق اللسان، بأني قد طرقت ديار تيم بكل غضنفر ثبت الجنان. وإن طرب الرجال بشرب خمر وغيب رشدهم خمر الدنان، فرشدي لا يغيبه مدام ولا أصغي لقهقهة القنان. وبدر قد تركناه طريحا كأن عليه حلة أرجوان، شككت فؤاده لما تولى بصدر مثقف ماضي السنان. وعدنا والفخار لنا لباس نسود به على أهل الزمان. إذن هذا فيما يتعلق بقراءة القصيدة، وكما ذكرنا فهي من شعر الفروسية، وكذلك الفخر بالنصر في الحروب الذي شاع في العصر الجاهلي لفارس من فرسانها وشاعر من أصحاب المعلقات وهو عنترة بن شداد. إذن نأتي الآن لشرح المعاني وكذلك الألفاظ الصعبة الواردة في هذه القصيدة. نبدأ بالبيت الأول، يقول الشاعر: طربت وهاجني البرق اليماني وذكرني المنازل والمغاني. إذا نلاحظ أن الشاعر قد استهل هذه القصيدة بمقدمة طللية أو البكاء على الأطلال على عادة الشعراء في العصر الجاهلي، فيقول طربت أي فرحت، واهتز أي اهتز فرحا، هاجني بمعنى شعر بالشوق والحنين. إذا فهنا يبين أنه يشعر بالشوق والحنين للأحبة ولمنازلهم، فكلما لمع هذا البرق من ناحية اليمن أشعل في قلب الشاعر الشوق والحنين إلى الأحبة ومنازلهم. إذن يقول في الشطر الثاني: وذكرني المنازل والمغاني. إذن المغاني جمع مغنى وهو المنزل، فهنا يتذكر الشاعر الأحبة ومنازلهم، وهذا ما يسمى بالمقدمة الطللية أو البكاء على الأطلال. في البيت الثاني: وأضرم في صميم القلب نارا كضربي بالحسام الهندواني. إذن أضرم بمعنى أشعل، أي أن هذا البرق كلما لاح أشعل في قلب الشاعر نار الشوق والحنين إلى الأحباب ومنازلهم، كضربي بالحسام الهندواني. والحسام الهندواني هو السيف من الهند، فهو ينسب إلى الهندي فيقال هندواني. فهنا يبين الشاعر أن هذا الشوق والحنين قوي جدا، فهو مثل ضربه بالسيف الهندواني، أي أنه شوق شديد، فلذلك يترك أثره في النفس. فهنا يريد أن يبين قوة هذا الشوق والحنين، فهذا الشوق والحنين في قوته يشبه قوة ضربه بهذا السيف الهندواني. إذن هذا بالنسبة للبيت الثاني. في البيت الثالث:
لعمرك ما رماح بني بغيض تخون أكفهم يوم الطعان. إذن لعمرك هنا قسم، ما رماح بني بغيض، وبنو بغيض هم قوم عنتر بن شداد، فهم ينسبون إلى عبس بن بغيض، لذلك قال الشاعر هنا بني بغيض. إذن تخون أكفهم يوم الطعان، ويوم الطعان هو يوم الحرب والقتال، وهنا يقسم عنتر بن شداد أن قومه في الحرب رماح لا تخطئ الهدف ساعة الحرب والقتال. في البيت الرابع يواصل كذلك مدح قومه ويبين قوتهم في الحرب والقتال، ويقول: ولا أسيافهم في الحرب تنبو، إذا عرف الشجاع من الجبان. تنبو بمعنى تتراجع، أي أن أسيافهم لا تتراجع في الحرب بل تصيب هدفها، حيث يعرف الشجاع من الجبان في ساحة الحرب. في البيت الخامس: ولكن يضربون الجيش ضربا ويقرون النسور بلا جفان. أنهم إذا التقوا بالأعداء يضربون ويقاتلون قتالا شديدا، ويقرون بمعنى يكرمون النسور بلا جفان، أي هنا كثرة القتلى فتكون طعاما للنسور، أي أنهم يكرمون النسور بجثث القتلى بلا جفان، هنا بلا الجفنة وهي ما يوضع فيه الطعام، أي أن هذه الجثث تترامى في ساحة القتال كطعام لهذه النسور دون جفان، أي دون وعاء توضع فيه. وهنا يشير الشاعر إلى قوة وصلابة قومه في ساحة القتال، وأنهم لا يتراجعون إذا التقوا بالأعداء بل يقاتلون بشراسة، ودليل ذلك كثرة القتلى الذين يصبحون طعاما للنسور، فبذلك هم يكرمون هذه النسور بكثرة القتلى. في البيت السادس: أعبلة لو سألت الرمح عني أجابك وهو ومنطلق اللسان. وهنا انتقل الشاعر إلى توجيه حديثه لمحبوبته وابنة عمه عبلة، فيقول لها: لو سألت الرمح عني وعن شجاعتي لأجابك هذا الرمح بلسان طليق دون تلعثم، وسيخبرك بأني شجاع، كما يظهر في البيت السابع إذ يقول: بأني قد طرقت ديار تيم بكل غضنفر ثبت الجنان. إذن يخبرها بشجاعة عنترة، وأنه إذا هجم على ديار تيم، وهنا المقصود قوم تيم، يهاجم بكل محارب شجاع مثل الأسد الغضنفر، فهنا إشارة إلى شجاعة المقاتلين مع عنترة بن شداد، وكذلك ذلك يحارب وهو سليم القلب والعقل والتركيز لقتل الأعداء في قوله ثابت الجنان، والجنان بمعنى القلب، أي أنه سليم القلب والعقل والتركيز في هذه الحرب في قتاله للأعداء. في البيت الثامن: وإن ضرب الرجال بشرب خمر وغيب رشدهم خمر الدنان. إذن هنا إشارة إلى أن الرجل من القوم يطرب ويشعر باللذة بشرب الخمر، ولكن ذلك يفقده تركيزه ووعيه بسبب هذه الخمر. وفي قوله خمر الدنان، والدنان هي إناء كبيرة الحجم أو أوعية خاصة بالخمر. في البيت الموالي يقارن فيقول: فرشدي لا يغيب يغيبه مدام، والمدام هو الخمر، فيقول في المقابل بأنه لا يفقد رشده بسبب شرب الخمر، فهو لا يؤثر عليه ولا يؤثر على تركيزه. ولا أصغي لقهقهة القنان، ولا يصغي لقهقهة أو صوت قارورة الخمر عند صبها. إذن فهنا يقارن بين غيره وبين نفسه في حالة الخمر، فهو ولا يفقد رشده ولا يفقد تركيزه بسبب ذلك. في البيت العاشر: وبدر قد تركناه طريحا كأن عليه خلة أرجوان. وبدر هو اسم سيد بني ذبيان، وهو بدر بن عمرو الذبياني، وقبيلة ذبيان هي قبيلة أعداء الشاعر. إذن هنا إشارة إلى هذا الشخص الذي قتل وترك في ساحة القتال، فيقول: وبدر قد تركناه طريحا،
تركه خلفه طريحا بين القتلى غارقا في دمائه، وهذه الدماء كأنها حلة أي رداء لونه أرجواني. إذن عندما قال كأن عليه حلة أرجواني أي أنه غارق في دمائه، فشبه هذه الدماء في لونها الأحمر بالرداء الأرجواني. في البيت 11: شككت فؤاده لما تولى بصدر مثقف ماضي السنان، أي أنه ضربه في قلبه برمحه المثقف أي الماضي السنان. مثقف بمعنى الرمح أو السيف، ولكن الماضي السنان بمعنى أنه حاد. فهنا هذا السيف الحاد يخترق كل ما يعترض طريقه، أي أنه طعنه بهذا الرمح. البيت 12: وعدنا والفخار لنا لباس نسود به على أهل الزمان، أي عدنا إلى عبس والنصر من نصيبنا، والفخر والعزة لباس لنا نسود به أي نفخر ونصبح أسيادا على أهل زماننا. وهنا إشارة إلى فخر الشاعر ببطولته وفروسيته، وأن هذا النصر هو فخر له ولقبيلته قبيلة عبس. إذن هذا بالنسبة لشرح المعاني الواردة في هذه القصيدة. نأتي الآن إلى الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. نبدأ أولا بالأسئلة الخاصة بشعبة آداب، أي جذع مشترك آداب. إذن أسئلة البناء الفكري، السؤال الأول: بما استهل الشاعر قصيدته؟ اشرح. السؤال الثاني: نعت عنترة قومه بصفة بارزة فيهم، حددها مع التمثيل من النص. السؤال الثالث: بما يفتخر الشاعر في البيت الثامن؟ السؤال الرابع: ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ علل. السؤال الخامس: ما النمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين له مع التمثيل. أسئلة البناء اللغوي: أعرب ما تحته خط يقرون وكذلك حلة. إذن يقرون في البيت الخامس في قوله ويقرون النسور، ثم حلة في البيت العاشر في قوله كأن عليه حلة. إذن مطلوب إعراب كلمة حلة. ثم السؤال الثاني: ما محل الجملة التي بين قوسين من الإعراب؟ الجملة واردة في البيت السابع في قوله بأني قد طرقت، إذن جملة قد طرقت. السؤال الثالث: ما الضمير الغالب في البيتين الرابع والخامس؟ على من يعود؟ السؤال الرابع: اشرح الصورة البيانية في قول الشاعر سألت الرمح عني. السؤال الخامس في البيت الرابع: محسن بديعي استخرجه مع بيان نوعه. السؤال السادس: اكتب البيت الأول كتابة عروضية ثم حدد البحر والقافية. إذا نبدأ بالإجابة أولا على الأسئلة الخاصة بجذع مشترك آداب، ثم نأتي إلى الأسئلة الخاصة بجذع مشترك علوم. إذا السؤال الأول: بما استهل الشاعر قصيدته؟ اشرح. إذا كما ذكرنا في الشرح منذ قليل، استهل الشاعر قصيدته بمقدمة طللية، لأنه ذكر منازله وشوقه لها في قوله طربت وهاجني البرق اليماني وذكرني المنازل والمغاني، أي أن هذا البرق ذكره بأحبته، ذكره بالمنازل بمنازلهم، فهنا شوق وحنين للأحبة ولمنازلهم، وبذلك نسمي هذا الاستهلال بالمقدمة الطللية. كذلك في قوله أضرم في صميم القلب، وهنا الشوق والحنين إلى الأهل والأحبة، فهنا أيضا ما زال يتحدث عن هذه المقدمة الطللية. السؤال الثاني: نعت عنترة قومه بصفة بارزة فيهم، حددها مع التمثيل من النص. إذن الصفة البارزة التي وصف بها عنترة قومه هي الشجاعة والقوة في الحرب، ويظهر ذلك في عبارات مختلفة في النص، مثل قوله ما رماح بني بغيض تخون في البيت الثالث، كذلك في قوله ولا أسيافهم في الحرب تنبو في البيت الرابع، وكذلك في قوله في البيت الخامس يضربون الجيش ضربا، وهنا إشارة إلى قوة وشجاعة قومه في الحروب. السؤال الثالث: بما يفتخر الشاعر في البيت الثامن؟ إذن يقول الشاعر في البيت الثامن: وإن طرق
شرب الرجال بشرب خمر وغيب رشدهم خمر الدنان. فهنا يفتخر الشاعر بثبات عقله ورزانته، حيث لا يطرب للخمر ولا تذهب رشده كباقي الرجال كما شرحنا في معاني القصيدة. السؤال الرابع: ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ علل. إذن هذه القصيدة تنتمي إلى غرض الفخر، لأن الشاعر هنا يعدد صفاته وصفات قومه الحسنة ويفتخر بها ويعلي من منزلته ومنزلة قومه، لذلك هنا الغرض هو الفخر. السؤال الخامس: ما النمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين له مع التمثيل. إذن يتضح من خلال القصيدة أن الشاعر يسرد أحداثا متعلقة بشجاعته في خوض الحروب، ومن خصائص السرد في هذا النص هو الأفعال الماضية في قوله طربت، كذلك هاجني، أيضا أضرم، كذلك في قوله طربة وغيرها من الأفعال. إذن هنا لأنه يسرد فاعتمد على الأفعال الماضية، كذلك الشخصيات في قوله بني بغيض، كذلك عبلة، تيم وبدر، إذن كل هذه الشخصيات تدل على السرد. أما الوصف هنا فهو خادم للسرد، إذن يوجد وصف ولكنه خادم للسرد. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة البناء الفكري. ننتقل إلى أجوبة البناء اللغوي. السؤال الأول: أعرب ما تحته خط. إذن الكلمة الأولى هي يقرون في البيت الخامس في قوله ولكن يضربون الجيش ضربا ويقرون النسور بلا جفان. إذن كلمة يقرون هي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الكلمة الثانية هي حلة في قوله كأن عليه حلة أرجوان في البيت العاشر. إذن حلة اسم كأن، إذن يوجد كأن قبل هذه الكلمة، كأن عليه حلة أرجوان. كأن من النواسخ، وهي من الحروف المشبهة بالفعل من أخوات إن، وبذلك فهي تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. فحلة هنا اسم كأن مؤخر، إذن هنا مؤخر لأن الجار والمجرور الذي يعتبر خبرا سبق الاسم، وبذلك يوجد تقديم وتأخير. إذن اسم كأن مؤخر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وكلمة أرجواني مضاف إليه. إذن هذا بالنسبة لإعراب المفردات. السؤال الثاني: ما محل الجملة التي بين قوسين من الإعراب؟ وهنا إعراب الجمل في البيت السابع بأني قد طرقت. إذن قد طرقت مسبوقة بأني، وأني أيضا هنا من النواسخ، أي إن وأخواتها التي تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها، وبذلك فهنا لدينا اسم أن وخبر أن. أما اسمها فهو ياء المتكلم في قوله أني، إذن ياء المتكلم هنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم أن. أما الخبر فهو هذه الجملة الفعلية وهي قد طرقت، إذن قد طرقت هنا جملة فعلية في محل رفع خبر أن، إذن هذا المحل الإعرابي لهذه الجملة. السؤال الثالث: ما الضمير الغالب في البيتين الرابع والخامس؟ على من يعود؟ إذن يقول الشاعر في البيت الرابع: ولا أسيافهم في الحرب تنبو إذا عرف الشجاع من الجبان، ولكن يضربون الجيش ضربا ويقرون النسور بلا جفان. فهنا يتحدث عن ضمير الجماعة، جماعة الغائبين هم، في قوله أسيافهم كذلك يضرب واو الجماعة، يقرون كذلك واو الجماعة، فهنا جماعة الغائبين الذي يعود على قوم عنترة بن شداد بنو بغيض. إذن كما قلنا عبس يسمون كذلك بنو بغيض، وبذلك فهو يعود على قوم الشاعر في قوله قبل ذلك لعمرك ما رماح بني بغيض. إذن هنا بدأ يحيل إليهم فيقول تخون أكفهم ولا أسيافهم يضربون يقرون. وبذلك هنا نجد الإحالة بالضمير، ونوع الإحالة هنا إحالة قبلية لأن هذا الضمير يعود على اسم ذكر في بيت سابق، أي الإحالة هنا إحالة قبلية. إذن هذا هو الرابط الذي استعمله الشاعر هنا، هو الربط بالضمير أو الربط بالإحالة بالضمير.
السؤال الرابع، اشرح الصورة البيانية في قول الشاعر سألت الرمح عني. إذن هنا استعارة مكنية، لماذا؟ لأن الشاعر شبه الرمح بالإنسان ثم حذف المشبه به الإنسان وترك قرينة تدل عليه وهي سألت. إذن الرمح لا يسأل، وبذلك فالكلام هنا مجازي وهو عبارة عن استعارة مكنية لوجود المشابهة، فهنا شبه الرمح بالإنسان والقرينة الدالة على ذلك كما قلت هي كلمة سألتي. السؤال الخامس، في البيت الرابع محسن بديعي استخرجه مع بيان نوعه. يقول الشاعر في البيت الرابع ولا أسيافهم في الحرب تنبو إذا عرف الشجاع من الجبان. فهنا المحسن هو طباق الإجاب في قوله الشجاع والجبان. السؤال السادس، اكتب البيت الأول كتابة عروضية ثم حدد البحر والقافية. إذن في الكتابة العروضية كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. إذن البيت الأول، طربت وهاجني البرق اليماني وذكرني المنازل والمغاني. إذن طربت تبقى كما هي، هاجني البرق، إذن هنا التقاء ساكنين يحذف ساكن وبذلك تحذف الياء في هاجني، فنقول هاجني البرق اليماني، إذن هاجني البرق اليماني، كذلك تحذف ألف الوصل مباشرة إلى اللام اليماني. في البيت الثاني، وذكرني، إذن يوجد إدغام يفك، الكاف الأولى ساكنة والكاف الثانية متحركة. وذكرني المنازل، إذن هنا أيضا تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين، فنقول ذكرني المنازل مباشرة إلى اللام وتحذف ألف الوصل. كذلك والمغاني، في آل التعريف تحذف ألف الوصل الأولى مباشرة إلى اللام الساكنة لأنها لا تنطق، وبذلك مباشرة إلى اللام التي ننطقها لأننا نقول والمغاني. نضع تحت الحركة خط مائل وتحت السكون سكون، وبذلك نتحصل على الرموز الخاصة بالكتابة العروضية. أما التفعيلات فهي مفاعلة فعول، وهي تفعيلات بحر الوافر. أما القافية فهي من آخر ساكن إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي قبل الساكن في كلمة مغاني، وبذلك نحصل على غاني وهي القافية. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة الأسئلة الخاصة بتلاميذ جذع مشترك أداب. ننتقل الآن إلى الأسئلة الخاصة بجذع مشترك علوم. السؤال الأول، في البناء الفكري، بما ذكر البرق الشاعر وبما أحس؟ السؤال الثاني، نعت عنترة قومه بصفة بارزة، حددها مع التمثيل. السؤال الثالث، كيف ترك الشاعر بدرا وكيف وصفه؟ السؤال الرابع، ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ علل. السؤال الخامس، من نمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين له مع التمثيل. بالنسبة لأسئلة البناء اللغوي، أعرب ما تحته خط كلمة طربت وكذلك يضربون. السؤال الثاني، ما الضمير الغالب في البيتين الرابع والخامس؟ على من يعود؟ السؤال الثالث، ما الأسلوب الغالب على النص ولماذا؟ السؤال الرابع، اشرح الصورة البيانية في قول الشاعر سألت الرمح عني. السؤال الخامس، في البيت الرابع محسن بديعي استخرجه مع بيان نوعي. نأتي الآن إلى الأجوبة النموذجية الخاصة بهذا الموضوع. إذن بما ذكر البرق الشاعر وبما أحس؟ يقول الشاعر في البيت الأول، طربت وهاجني البرق اليماني وذكرني المنازل والمغاني. إذن ذكره البرق اليماني، أي البرق الذي يأتي من جهة اليمن. ذكر الشاعر بدياره، ذكره بأحبته بمنازلهم، فهيج الشوق في أعماقه في قوله وأضرم في صميم القلب نارا، أي أن هذا البرق أشعر الشاعر بالشوق والحنين إلى أحبته ومنازلهم، وهو ما يعرف بالمقدمة الطللية، فهنا الوقوف على الأطلال بالنسبة لهذه المقدمة. السؤال الثاني، نعت عنترة قومه بصفة بارزة فيهم، حددها مع التمثيل من النص. إذن الصفة البارزة في قوم عنترة هي الشجاعة والقوة في الحرب، ويظهر ذلك في قوله ما رماح بني بغيض تخون، كذلك لا أسيافهم في الحرب تنبو، يضربون الجيش ضربا كما يظهر في البيت الرابع والخامس وكذلك الثالث. إذن الثالث والرابع والخامس هنا يفتخر بشجاعة وقوة قومه.
السؤال الثالث: كيف ترك الشاعر بدرا وكيف وصفه؟ يقول الشاعر في البيت العاشر: وبدر قد تركناه طريحا كأن عليه حلة أرجوان. فهنا يصف قائدا أو سيدا من أسياد أعداء الشاعر، وهو من بني ذبيان كما ذكرنا، هو بدر بن عمرو الذبياني. تركه الشاعر طريحا قتيلا، وذكر أنه تركه في دمائه مثل حمرة الأرجوان، وكأن عليه رداء لونه أرجواني، في حلة أي في رداء، فتركه غارقا في دمائه كأن عليه حلة أو رداء لونه أرجواني. وقد ضرب صدره بسيف حاد لا يخطئ صاحبه، أي ضربه برمح مثقف ماضي السنان، أي برمح أو سيف حاد، كما يظهر ذلك في البيت الحادي عشر في قوله: شككت فؤاده لما تولى بصدر مثقف ماضي السنان. السؤال الرابع: ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ علل. إذن واضح، القصيدة تنتمي إلى غرض الفخر، لأن الشاعر يعدد صفاته وصفات قومه الحسنة، فهنا يفخر بشجاعته وشجاعة قومه. السؤال الخامس: ما النمط الغالب على النص؟ أذكر مؤشرين له مع التمثيل. إذن كما ذكرنا، النمط الغالب على هذا النص هو النمط السردي، لأن الشاعر يسرد أحداثا متتالية متعلقة بشجاعته وشجاعة قومه في الحروب. من خصائص ومؤشرات هذا النمط الأفعال الماضية الواردة بكثرة في هذه القصيدة، مثل قوله: طربت، هاجني، طرقت، شككت. كذلك الشخصيات مثل بني بغيض، عبلة، تيم، وكذلك بدر. أما الوصف هنا فهو خادم للسرد. بالنسبة لأسئلة البناء اللغوي: أعرب ما تحته خط، السؤال الأول. بالنسبة للإعراب: الكلمة الأولى طربت في البيت الأول، طربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل أو بتاء الفاعل، والتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الكلمة الثانية هي يضربون في البيت الخامس، ولكن يضربون، إذن يضربون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. السؤال الثاني: ما الضمير الغالب في البيتين الرابع والخامس؟ على من يعود؟ إذن يقول الشاعر في البيت الرابع وكذلك الخامس: ولا أسيافهم في الحرب تنبو، إذا عرف الشجاع من الجبان، ولكن يضربون الجيش ضربا ويقرون النسور بلا جفان. إذن نلاحظ وجود ضمير الجماعة، جماعة الغائبين هم، في قوله: أسيافهم، ذلك يضربون، يقرون، وهنا هذا الضمير يعود على قوم عنتر بن شداد بني بغيض في قوله في البيت الثالث: لعمرك ما رماح بني بغيض. فهنا إحالة، استعمل الشاعر الإحالة بالضمير، فهي إحالة قبلية، لأن الضمير يعود على ما ذكر قبل في البيت الثالث، إذن إحالة قبلية، إحالة بالضمير. السؤال الثالث: ما الأسلوب الغالب على النص؟ علل. إذن الأسلوب الغالب على النص هو الأسلوب الخبري، لأن الشاعر في صدد سرد أحداث وقعت، إذن هنا ينقل حقائق، وأيضا هذا الأسلوب ملائم للنمط، النمط السردي. بالنسبة للسؤال الرابع: اشرح الصورة البيانية في قول الشاعر: سألت الرمح عني. فهنا استعارة مكنية، حيث شبه الشاعر الرمح بالإنسان، ثم حذف المشبه به الإنسان وترك قرينة تدل عليه وهي سألت، على سبيل الاستعارة المكنية. إذن يوجد مشابهة، يوجد مجاز، إذن سألت الرمح، الرمح لا يسأل، فالكلام مجازي. ثانيا: بني على علاقة المشابهة، وبذلك فهي استعارة، ثم المشبه به محذوف، وبذلك فهي استعارة مكنية. أما القرينة أو الدليل على ذلك فهي كلمة سألت. السؤال الخامس: في البيت الرابع محسن بديعي، استخرجه مع بيان نوعه. إذن يقول في البيت الرابع: ولا أسيافهم في الحرب تنبو، إذا عرف الشجاع من الجبان. إذن الطباق بين كلمتي الشجاع والجبان، وهو طباق الإجاب. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع اليوم، أتمنى لجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.